نوصل للفقرة يلي من خلالها بنقدر نعطي بعض النصايح التغذية لحتى نعيش بحياة أفضل وناكل لايك نيكول. هاي نيكول. هاي نيكول مفتوم، أهلا وسهلا فيك. حضرتك أخصائية التغذية، عم تكوني معنا مرتين بالأسبوع لحتى نحكي بشكل عام عن التغذية، بشكل خاص عن أساي بوست 4G يلي ممكن يساعد كتير بخسارة الوزن وبأنه نعيش بطريقة صحية أكثر. خلينا نرجع نتعرف على أساي. صحيح، أساي مثل ما سبق وقلت هو دايتري سبلمنت، أما مكمل غذائي، منه دواء، وهو بيحتوي على مواد طبيعية 100%. بحلقات سبق يتحكينا عن كل مواد موجودة بالأساي، من الجينجر للجرين بين تي أكستراكت للأساي بحد ذاته، كيف كل شغلة عندها وظيفة معينة. اليوم إذا بدنا نخسر وزن، أول شغلة منكون عم ننبش عليها أنه نعلي الميتابوليزم تبعنا تيصير فينا نحرق أكثر وبطريقة أفضل بكتير. اليوم لما نطلع على الأساي بوست ونشوف كل الدراسات اللي انعملت عليه، نعرف انه الأساي رح يكون عم بيساعد على ارتفاع الميتابوليزم تبعنا بشكل كتير طبيعي، لانه فيه مكونات مهمة كتير للميتابوليزم الصحة كمان. صحيح. والجرين كوفي بين اكستراكت اللي موجود بالأساي، اثنيناتهم مع بعض رح يشتغلوا على ارتفاع الميتابوليزم، حبوب البن الخضراء. صحيح. اليوم لما يعلى الميتابوليزم بصير فيك تحرق فات بشكل اسرع وبطريقه افضل بكثير، ولما تحرق فات رح تبلشي تخسري وزن بشكل طبيعي. لما تخسري وزن اول شغله بتخافي عليها هي وجهك، بتخافي انه وجهك يضعف، يبطل نضير منور. كمان أساي بوست فكرت انه تكون مدعمه هالبلز يلي رح ناخذهم حبتين على بكره بمضادات الاكسدال انتي اوكسيدنت، يلي مش بس رح يساعدونا انه تضل بشرتنا منوره، بس كمان انه نتخلص من كل الخلايا الحره اللي تراكمت بجسمنا من وراء تاكسد الدهون، من وراء الجو اللي نحن معرضين له، التلوث كله، تلوث كل الاشياء اللي بناخذها بالاكل كمان. صحيح، كل هالخلايا الحره ريالي رح تكون بجسمنا. للقبليه نحن مش بحاجه ابدا لقاطع الشهيه اللي هو كثير عاطل، يلي هو رح يدفعك انه ترجعي تاكلي 10 مرات اكثر بعد ما تكوني قطعتي بهالفتره يلي قطعتي شهيتك فيها من وراء ادويه معينه، ابدا منهم مستحبين. بأساي بوست عنا ماده الجينجر يلي هي طبيعيه 100%، وعنا الجارسينيا كمان يلي هي طبيعيه 100%، ورح تعمل ريجوليشن، رح ترجليج القبليه تبعك، ما رح تكوني كثير عبالك تاكلي ولا رح تكوني عم تنقطعي عن ما بدك تاكلي ابدا، بالعكس رح تكوني عم تاكلي بطريقه معتدله يلي هي افضل شيء لخساره الوزن بطريقه صحيه ومنتظمه كمان. واكيد عندنا المشكله الكبيره يلي هي زياده المي، اما الووتر ريتنشن. ياما بسمع اشخاص بيكونوا عم بيتبعوا حميات معينه، مبسوطين، ما عم بزعبروا، ماشيين مزبوط، بيطلعوا على الميزان زايدين اوقات، مش بس ما فرق زايدين. وهيدا عم نسمعها كثير نيكول، يعني شيء بيقولوا من نوعيه الخبز او بعض المواد اللي عم بتكون موجوده تحديدا بالخبز او بالبرودوي لاتيه عم بتضر او عم بتخلي يصير في ووتر ريتنشن، انما السبب الاساسي هو شو؟ السبب الاساسي كيف بدنا نحله؟ يعني كثير شائعه صارت، يعني بالفعل كيف اوقات بتكوني عم بتلفي على موضوع معين وبتنسي السبب الرئيسي، اما ما بتكوني منتبهه لحتى انه معقول انت تكوني عامله ووتر ريتنشن، يكون جسمك عامل امساك المي ويكون وزنك عم بيزيد من وراء هالشغله. كمان شغله كثير غلط، في كثير نساء تحديدا ورجال كمان عندهم هوس انه يطلعوا كل يوم على الميزان ويزينوا حالهم. هيدي الشغله كثير غلط، لانه انت اليوم يمكن شربتي مي اكثر، اما اكلتي نوع اكل فيه كثير ملح، ثاني نهار زنتي حالك على الميزان طلعتي زايده 500 جرام، هال 500 جرام مش يعني زادوا دهون. مشان هيك كثير مهم نكون عم نزيد حالنا مره كل اسبوعين، ونكون عم نزيد كل اسبوعين. صحيح. لانه شو رح تاكلي اليوم رح يبين بعد جمعتين، ما رح يبين بكره. هيدي نقطة كثير مهمة بفتكر، انه مش معقول يزيد الوزن فجأة بليلة كيلو أبداً. يعني هيدي اجباري رح بتكون بعد جمعتين احتباس للمي بالجسم. صحيح، بعد جمعتين رح يبينوا النتائج المضبوطة، وهون كثير مهم انه تكوني عم تلتجئي لميزان أخصائية تغذية رح يعطيك تفاصيل تكوين جسمك من الدهون للمي للعضل إلى آخره، تتعرفي بالفعل قدي زاد أما قدي نقص وزنك. لا أمسك المي، كتار الأشخاص ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، دايما بيسألوني شو فينا ناخد، فينا نروح نشتري حيلا دايوريتك؟ لا، هيدي الشغلة ما فينا نكون عم نعملها، لأنه سبق وحكينا أنه حيلا دايوريتك معقول يأثر على شغلتين بجسمنا. عنا أمساك المي اللي هو عادة بيكون بين الخلايا والبشرة تبعنا، يعني بيكون سطحي إذا بدك. لما تاخدي دايوريتكس أوقات رح يكون عندهم
اذا بدك افي اما تاثير على الاكسترا سيلولر ووتر الخارجيه والانترا سيلولر كمان الداخليه اللي هي داخل الخلايا. يعني المي المفيده بالجسم. المي المفيده بالجسم، فهون لما تاخذيه بتحسي انه خسرتي وزن، تنبسطي انا ضعفانه، بس بعد كم نهار بعد جمعه بترجعي بتستردي كل المي لانه انت خسرتي مي. بعدين بفتكر للاشخاص اللي بياخذوا كثير دواء لاحتباس المي بالجسم ولما بيخسروا هالكميه المي الكبيره بيصير عندهم عوارض مزعجه، ان كان دوخه، التم اللي بنشف، اوقات بيصير في دقه قلب سريعه. يمكن كميه من البوتاسيوم يلي رح يخسروها، هالبوتاسيوم رح تكون موجوده بالدندليون اما مستخلص الهندبه يلي هو بيحتوي على البوتاسيوم ويلي هو دايوريتيك ناتشرال، اما شيء طبيعي رح يساعد على اخراج ويلي موجود بأساي كمان. صحيح، يلي موجود بأساي، المي يلي موجوده بين الخلايا وبين البشره من فوق، يعني المي الخارجي. خلينا نحكي شوي عن هالماده، وعم نشوف كمان صحون وكمان هالمشروب يلي من الهندبه معمول كمان من الهندبه. قد ايه موجودين بأساي بوست نيكول وقد ايه ممكن نلاقيهم كمان بالشغل؟ يعني مثل ما سبق وقلت أساي بوست هو مجموعه مستخلصات طبيعية، كل مستخلص عنده إذا بدك إفادة معينة على جسمنا، ومن الأشياء اللي جسمنا بحاجة لها هو التخلص من المي الزايدة. أساي بوست كمان فكر بهالمي الزايدة وأضاف الهندبة أما الدندليون مستخلص الهندبة من وراء الهندبة على هالتركيبة. يعني اليوم إذا أنت بتعاني من إمساك مي من وقت للآخر، بتلاحظي أنه خواتمك ضايقين عليك، إجريك السكربينة ما عم تفوت مزبوط فيهم إلى آخره، وبدك تلجأي لشيء طبيعي 100% يكون عم بيساعد على إخراج هالمي، أساي بوست هو الحل. كمان أساي بوست 4G حبتين من عبكرة رح يكون عم بيساعدنا على خسارة الوزن من ضمن نظام غذائي متوازن بفترة معينة، رح نكون بالفعل مبسوطين من النتائج، وكل المضادات الأكسدة الموجودة كمان رح يكون عندها تأثير كتير إيجابي على بشرتنا. حبتين من عبكرة هن كافيين للكل نيكول؟ دايما هيك بننسأل هالموضوع. صحيح. أنه يمكن في ناس أنصح من غيرهم، هل بحاجة لكمية أكتر وعلى مدة قد وقت؟ بس بدنا نرتكز على حبتين من عبكرة، بدنا نبلش أول شيء فترة شهر، رح نكون كتير مبسوطين من النتائج لكل الأوزان، رح نضيف شهر تاني شهر تالت حسب كل شخص كيف بيرتاح. بس مثل ما سبق وقلت وبرجع كرير، منه دواء، هو مكمل غذائي، فبالتالي لما تكوني عم تاخذيه بتكوني عم بتضيفي لجسمك من معادن لفيتامينات لمضادات للأكسدة، كلهم رح يشتغلوا in a positive way، ما رح يكون في ولا أثر جانبي، مش مثل غير أدوية معقول تلاقيها بالصيدليات اما انسحبت اوريدي من الصيدليات لانه عندها عوارض جانبيه واثارات جانبيه على صحتك. اكيد لكل الاشخاص يلي عندهم حيلا سؤال، في رقم عم بيقطع تحت الشاشه، بليز اتصلوا اسالوا شو عندكم اسئله، وكمان تيشوفوا وين موجودين بكل الصيدليات، وين ما تروحوا اسالوا عن أساي بوست 4G. اكيد هيدا الشيء فينا نلجا له ابتداء من بكره، ما فينا نتاخر بقى، الصيفيه صارت على البواب وراح يساعد عندنا هذا الشيء انه نوصل للوزن يلي عبالنا نوصل له قبل الصيفيه. نيكول، اذا بدنا نساعد أساي بوست بنظام غذائي صحي، طبعا في نصائح كثيره بتعطيها، اليوم محدده شويه نصائح عن الهندبه بما انه عن الهندبه عندها فوائد غذائيه كثير كبيره، والهندبه من زمن كثير طويل اذا بنرجع على الضيع اللبنانيه بنعرف قد ايه كان عندها اهميه، كانوا يحكوا عنها كمضاد للالتهابات، لاشخاص يلي كان عندهم فقر الدم يعطوهم هندبه، للاشخاص يلي عندهم امراض معينه، يعني الهندبة كانت إذا بدك الحل لكل شيء. مع الوقت يمكن ننسى الهندبة، بنتذكرها بس بطبق معين اللي هو الهندبة مع البصل المقلي، بس نحن اليوم فينا ندخل هالهندبة بكذا طبق. أول طبق حضرته هون هو كناية عن سلطة فيها هندبة مسلوقة متبلة مع الجينجر، متبلة مع الصويا صوص الخفيفة بالصوديوم، مع السمسم ومع القريدس الصغير، أكيد رشة حامض، ملعقة زيت زيتون صغيرة، وبالفعل طعمتها كتير لذيذة. الهندبة بتحتوي على فيتامين A يلي هن فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، فيتامين E يلي كمان كتير مهمة لبشرتنا، وبتحتوي كمان على معادن، أكيد على الكالسيوم، على البوتاسيوم، وبتحتوي على كمية مرتفعة من الألياف. لما ناخد الألياف رح ينفشوا بمعدتنا ورح يحسسونا حالنا، رح يساعدونا نحس حالنا شبعانين منيح. وللأشخاص يلي كتير بحبوا الدب يلي عادة بيطلبوها بالمطاعم يلي هي السبانيغ مع الجبنة، بيكون فيها كمية سعرات حرارية كتير مرتفعة، هي كتير طيبة، فينا اليوم نستبدلها بشي صحي أكتر يلي هو الهندبة المسلوقة.
المخلوطه مع اللبنه، وفينا نضيف لها كاراميلايزد اونيونز، وفينا نضيف لهم الهول ويت كراكرز اللي كانوا معمولين من قمحه كامله فيهم نسبه الياف مرتفعه اكثر. لما ناكلهم مع بعض بنكون عم ناخذ سعرات حراريه اقل بكثير مقارنه للهند للسبانيغ مع الجبنه، وبنكون عم نشبع بطريقه اسرع بكثير. واكيد فكره جديده لكل الاشخاص اللي ان شاء الله ان شاء الله يكونوا هالافكار عم يوصلوا ونصير عم نعيش بطريقه صحيه جدا، ويكونوا هالمكملات الغذائيه كمان عم بيساعدونا لحتى يكون جسمنا متوازن اكثر. اهلا وسهلا فيك نيكول مفتوح، موعدنا لنهار الجمعه. نهار الجمعه اذا الله رد. شكرا لك. رح ناخذ وقفه سريعه ونتابع، خليكم معنا.